تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. بداية الحلقة نرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، الأستاذ حسني البلاونة، في التنسيق ميرا الخفلي، صبحت الله بالخير ميرا، وأيضا في الإخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري، وحتى نلقاكم إن شاء الله في ساعة إذاعية مليئة بالمعلومة الصحية. أيضا يسعدنا ويشرفنا ويعني مبسوطين جدا أن معانا دكتورة ندى الملدة. صبحت الله بالخير دكتورة. يا صباح الورد ويا صباح الجمال، يا صباح الثلاثاء الجميل. أنا طبعا أحب يوم الثلاثاء جدا، أنا يوم هادي نص الأسبوع بين زحمة الأحد وربشة الخميس. صباح عليكم الخير، وأذكركم أرقام التواصل 600-551414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. إذن مثل ما ذكرت دكتورة أرقام التواصل مستمعينا، يعني أتمنى أول شيء برنامج البث المباشر خلص زين، هذا واحد. الحين عندنا برنامج صحة وسعادة، اللي عنده ملاحظات عن القطاع الصحي أو عنده اقتراحات أو عنده أي مداخلة ممكن أن تفيد المستمعين وتعطينا معلومة ولا تنورنا على جانب معين، يتصل فينا على مدار الساعة الإذاعية هذه. ابتدوا يعني من البداية عشان نعطيكم أكبر قدر من الوقت أنكم أنتوا توصلونا الفكرة اللي أنتوا تبغون تتكلمون عنها أو المداخلة تأخذ حقها يعني. فحياكم الله على كم قلتي؟ 600-551414 ورسائل النصية على 4006 ولايف على نور دبي على الانستغرام. واللي على البث الله يخليكم لا تدقون، اللي عنده أي موضوع عن البث المباشر لا يتصل لا تشغلون الخطوط. زين، عندنا الدراسة اللي تقول اليوم البدانة في الطفولة تزيد من خطر السرطان في أعمار مبكرة. ساعات يوم نشوف شيء ولد متختخ متين وهذا الله كشخه ونيود خدوده وهذا، لكن هذا هذه الدراسة شو تقول؟ تقول توصلت دراسة حديثة إلى أن زيادة البدانة عند الأطفال قد تتسبب في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان في أعمار مبكرة نسبيا. فقد وجد الباحثون بأن العديد من أنواع السرطانات التي كانت تصيب الأشخاص أثناء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما قد أصبحت تصيب الأشخاص الأقل عمرا بشكل متزايد. يقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور ناثان بيرجر، اسمه في أكل في اسمه أصلاً. زين، وهو طبعا يعني دكتور ترى معروف ومدير مركز العلوم والصحة والمجتمع بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، ليش كاتبين ريسيرف بالعربي؟ زين، الأمريكية. طبعا من المعروف سابقا، يقول من المعروف سابقا بأن البدانة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وأن مآل السرطان عند المرضى البدينين أسوأ من المرضى ذوي الوزن الطبيعي. وبحث الباحثون طبعا في أن السرطانات اللي يزيد خطر الإصابة فيها بسبب البدانة في الطفولة هي سرطان الثدي بنسبة 10%، سرطان القولون والمستقيم كم النسبة؟ 8.5. انزين، سرطان الكلية 7.8، سرطان القرحم 7.3، وبعدين سرطان الغدة الدرقية 23.9. اي انزين، وسرطان الكبد بنسبه 2.5%، سرطان شو هذا فؤاد المعده، يعني فتحه المعده وين المريء. والسرطان السحائي 16.8، وعند السرطان المبيض ب 10%،
والله نسبة عود محوطة ما توقعت نسبة كبيرة الدرجة. لأن البدانة يعني من أسوأ الأمور اللي ممكن يعني تيب وايد أمراض دكتورة. يعني هذه دراسة واحدة تقول على السرطانات، فما بالك الأمراض الأخرى اللي تسببها البدانة. خلينا ناخذ هذه المداخلة وبعدين منعلق أكثر على الدراسة. أوكي. من معانا؟ بحارب، صبحك الله بالخير. صباح النور. سرور الله. هلا هلا اخوي، حالك اخوي طيب؟ طول عمرك، تفضل يا سيدي. حالك اختي طيبه؟ بخير الله يسلمك اخوي، تفضل. الله يسلمك. سامحوني عاد انا ما اذكر اساميكم، يمكن انا سمعت. انا دكتوره ندى. دكتوره ندى واحمد اظني محمود العلي. محمود سامحوني عاد توني بنزل المستشفى والبرامج بدا، قلت بكلمكم قبل. زين، نورتنا. اول شيء سلامات، ما تشوف شر. الله يسلمك. انا مو بنازل حقي، انا ام العيال الحمد لله مستشفى لطيفه. نعم، رب بالبركه بالبركه. لك الحمد. اللهم لك الحمد. الاول هذا محارب ولا؟ الله يبارك فيكم. لا لا طبعا حارب موجود. حارب موجود، زين الحمد لله. ايه نعم، تفضل يا سيدي. بس كنت بشكر الدكاتره ما قصروا، جزاهم الله خير. يمكن الدكتوره عبيره ظني مستشفى الوضع كانت تابع الحالة، وكانت حالة من العيال شوية صعبة كانت. وإذاها الله خير، هي يعني كانت منومة من المستشفى قبل شهر، وقالت لها أعطتها رقم تليفونها، قالت في حالة أي شيء صار يعني مرخصتها اتصلي التليفون على الخاص. يعني إذاها الله خير. ممتاز. وسبحان الله يعني هي انتقلت بالإسعاف من البيت في حالة مضطرين كنا نطلب الإسعاف. واتصلت على طول في الدكتورة عبير وردت عليها وما قصرت، جهزت الكادر أتوقع الطبي إني استقبلها هناك، يوم وصلنا مرة كانوا هم جاهزين يعني غيون يعني. ما شاء الله. وهي اللهم لك الحمد يعني. وسبحان الله يومين هناك الحالة كانت وايد صعبة يعني. هي ولادتها يمكن تاريخ 4/6 4/6 معطينها. وسبحان الله الدكاترة اللي يعني اللي وصلوا والطاقم كانوا يعني روحهم يعني كانوا يعني حالتهم أنا شفتها متوترين يعني الحالة اللي يعني. لكن نعم. الحمد لله رب العالمين يسر. وكانت الدكتورة أتوقع أمل الفردان يعني، أنا ما أذكر أساميهم يعني. يمكن نعم. الدكتورة تعرفينهم بتساعديني بأساميهم يعني. زين، نحن في النهاية الله خير. أي. يعني أمل الفردان قامت مجهود، اللهم لك الحمد يعني. ما أعرف شو يعني، أصلاً كان الوضع صعب وهم جزاهم الله خير نقضوا الحال. حتى قالت ما أعرف ننقذ الأم ولا ننقذ الجنين، والحمد لله فضل من الله طبعاً. أول شيء ما قصرتي والحمد لله كلهم بخير، اللهم الحمد لله. أول شيء جزاك الله خير بحارب على الرسالة الإيجابية اللي نبتدي فيها حلقتنا هذه. كل الشكر لك. اثنين يعني العمل الطبي دكتور، انت تعرفين انه هو نتاج فريق كامل، هم اللي يشتغلون سواء كانوا من مساعدي الكادر الطبي، من الكادر الطبي حتى الكادر صحيح. الاداري هنالك يعني الشكر موصول لكل العاملين. بالضبط. ثلاثة دكتورة، الشيء الجميل ان هذا الحس اللي نتمناه يكون عند كل الأطباء في كل التخصصات، إنه في عنده مريض كذا يتعامل معاه، يعطيه حتى رقم الخاص على أساس شو يطمن المريض إنه في شخص قاعد يتابع صحيح. معاه صحيح. أنا عارف إنك أنت بعد تعطينا أرقامك حق المرضى اللي عندك يتصلون فيك عقب الدوام ولا في أوقات معينة، ما تقصرين دكتورة. لكن هذا نتمنى إن شاء الله، مو قضية إن الواحد يتضايق من المريض على كثر ما الشخص اللي ياخذ يعني هذه المهنة بشكل له أبعاد إنسانية وأبعاد جميلة جدا، ممكن تساهم في إسعاد المتعامل. صحيح. فأنا ما يعني ما أطالب كل الدكاترة يعطون أرقام الخاص حق المرضى، يعني ما أطالب بهذا الشيء. في حالات معينة محمود إحنا نقدر لازم نعطي عشان يكون في تواصل، حالات تكون شوي خطرة فيها متابعة حساسة أكثر، فعشان يكون في تواصل دائم مثل ما سوى في حالة زوجة بحارب. جميل. بحارب يعني يباركوا لك المستمعين على يقولوا لك ألف مبروك، يتربى في عزكم إن شاء الله. نحن شاكرينك هذه الرسالة. أبا أضيف شيء بسيط. تفضل يا سيدي. بعد شكر خاص حق يعني الدكتورة أمل، يعني جتني ودخلتني داخل غرفة وتمت تكلمني بطريقة، يمكن أنا ما أعرف وضعي شو كانت اليوم. صحيح. هي أدرى يعني، فبابتسامتها بأسلوبها بطريقتها يعني تعرف شو قايل، غيرت وايد أشياء يعني، حتى غيرت رأيي أنا في الدكاترة وايدين يعني تعرف.
زاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله من أمثالها. شكرا لك. وهذا ظن فيه يعني خاصة بنات البلاد يعني جزاهم الله خير. شكرا لك. تستاهل سلامة محارب مرة ثانية. ألف مبروك يتربى في عزكم إن شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله جدا بالخير عليكم. إذن نعلق على رسالة بعد الفاصل. بعد الفاصل. مو بالرسالة على الدراسة. الدراسة عفواً. إن شاء الله. إنزين بنعلق على الدراسة زايد إنه هذا الشكر كذلك موصول لكل العاملين في مستشفى لطيفة. ياليت تحطين هذا الشكر يعني توثقين ميرا على على الجروب عندنا على أساس إنه يدخل في السيستم ويكون إضافة للدكتور يعني وبالعكس يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صح. طيب نحن نطلع فاصل دكتورة. نعم. بعد الفاصل إن شاء الله عندنا العديد من المواضيع بناخذها في جولة عبر معرض الإنجازات الحكومية والعديد من المسائل اللي كنا نحن طارحينها. ففاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600551414 والرسالة النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. جميل جدا لما الواحد يحس أن مجهود العفوي اللي يعتبره واجب عليه يقدر من قبل اللي حوله، فكل شكر لكل شخص يحب يساعد من قلبه لا علشان وظيفة. شكرا. ما تقصر دكتورة ندى، حتى على السناب نستفسر منها وما تقصر. عفو الله يخليك سناب تخلص الداتا. هل كثر تصورين؟ ليش صوري دقيقة ونص دائما 20 دقيقة؟ يقول وايد سنابات طويلة. تعرف الحريم يقول دكتورة ما نلحق نسمع اللي خلص السناب. اي والله انتوا رجال تملون بسرعة، احنا نحب نسولف. في طرق قصيرة لإيصال الرسالة. أنا ما ليش ما أسب رسالتي عشان تستمتعون كأنك تشوفون برنامج تلفزيون على السناب. زين وتقول الداتا تخلص. أكيد ما تخلص. كم عندك داتا ما شاء الله؟ عندي 50. 50 داتا وتخلص في نص الشهر. آمنت بالله. عموما كنا الدراسة اللي قبل الفاصل عن البدانة في الطفولة تزيد من خطر السرطان في أعمار المبكرة. ليش البدانة ترتبط بالسرطان في كافة الأعمار الطفولة وغيره وغيره؟ ليش؟ لأن للأسف مع البدانة هناك زيادة في عدد الخلايا الدهنية في الجسم. الخلايا الدهنية هذه تعتبر مثل وسيط للخلايا السرطانية إنها تتكاثر بشكل أفضل، عشان تي دائما حنركز على البدانة. مو بس البدانة، حتى قبل دراسة قريناها قبل مدة، حتى الناس الضعاف اللي وزنهم ضمن الوزن الطبيعي ولكن نسبة الدهون في جسمهم عالية نفس الشيء، لأن وجود الدهون يعتبر كوسيط لتكاثر الخلايا السرطانية. فعشان تي لا نقول وزني عادي ولكن كمية الدهون اللي عندي تأثر ترى. طيب أبو برع أنا ما فهمت رسالتك، تقول أرجو أن تتحدثوا عن أن هناك سرطان أيضا سرطان بطاقات التأمين الصحي. ساكتين عن ما فهمت الرسالة، وضح لي أكثر. زين وياليت يعني تكون رسالة يعني واضحة على أساس أن نحولها للجهة المعنية. طيب هيئة الصحة بدبي متواصلة معاكم من خلال مشاركتها في معرض دبي للإنجازات الحكومية اللي يستمر على مدار 3 أيام مركز دبي التجاري العالمي. تستعرض الهيئة مجموعة من خدماتها ومبادراتها ومشاريعها الذكية، إضافة إلى ابتكارات متعددة في المجال الصحي. صحيح. عندنا مبتكرين ومبتكرين حتى المواطنين عندنا. صحيح. واحدة منها من يعني الكوادر المبتكرة عندنا في الهيئة دكتورة وفاء البلوشي. دكتورة وفاء هي طبيبة أسنان مقيم في هيئة الصحة بدبي، ابتكرت يعني شيء جديد نحن شد سلطنا الضوء عليه بالضبط. لكن هناك تعرضه طبعا بشكل واضح. قبل أن ننتقل للدكتورة وفاء بس أبغي أدعو الجمهور يا جماعة الخير الله يخليكم زوروا هذا المعرض. هذا المعرض وايد مهم أنك أنت تشوف كل الإنجازات اللي تحققت في كل الدوائر الحكومية. صح. بتتعرف على آفاق جديدة بتفيدك أو بتفيدك
في حياتك، في تخليص المعاملات، في الرؤية اللي رايحين فيها كحكومة دبي، لأن نحن تعودنا من الحكومة أن هي تشاركنا هذه الرؤية، نحن عارفين وين سايرين. صحيح بالضبط، المستقبل يكون واضح بالنسبة لنا. عمان دكتورة صبحت الله بالخير. صباح النور. أهلين. أهلين دكتورة وفاء. دكتورة وفاء كلمينا أول شيء عن الابتكار اللي أنت مشاركة فيه في معرض دبي دول الإنجازات الحكومية. الابتكار اللي مشاركة فيه هو عبارة عن جهاز لخلع الأسنان. نعم، شو مميزات الجهاز هذا وشو الجديد اللي فيه اللي يعتبر هو عبارة عن ثورة في عالم خلع الأسنان؟ الجهاز ديجيتال رقمي يغني عن أدوات الأسنان اللي موجودة. نعم. وهو جهاز الأول من نوعه، بيغنيني عن باقي الأدوات، بيشتغل على كل الأسنان، أسنان الكبار والأطفال. مع استخدام هالجهاز شو بيكون الفرق في شفاء المرضى بعد خلع الأسنان؟ حاليا لما واحد يخلع سنة كم لازم يقعد عشان يشفى تماما الألم والتورم اللي يكون فيه، وكم بتكون المدة مع استخدام الجهاز؟ الجهاز ميزته أنه ما راح يوسع العظم. في الخلع العادي نستخدم الأدوات توسع العظم. نعم. فهذا يأخذ فترة أطول عشان نوصل لمنطقة الأربطة، لكن الجهاز راح يدخل داي وقت على منطقة الأربطة، بالتالي ما وسعنا العظم، فتكون عملية الاستشفاء أسرع في الجهاز. طيب دكتورة أنا بغيت شوية بس يعني تكلمينا على أساس أن المستمع يتخيل معانا التقنية هي شو بالضبط، يعني يا ليت تشرحي لنا على أساس أن بس المستمع يتخيل، لأنه ما عندنا صور هني، ما نتكلم على أساس في صور، بس اشرحي لنا التقنية شو هي بالضبط، شو الوضع الحالي وهذا الابتكار شو راح يسوي. أوكي، أول شيء نحن في الخلع العادي نعطي كمية بنج أكبر، الجهاز راح يعطي بنج أقل، يمكن 1 أو 2 دروب في منطقة الأربطة على دايوت. الجهاز بيتخلي على منطقة الأربطة بحيث أنه يسحب لي جزيئات الدم. نعم. بيغير درجة حرارتها. بيرد يضخها مرة ثانية، فلما تدخل جزيئات الدم الداخلة هاي على اللي موجودة أصلاً بتتغير درجات الحرارة، فبيؤدي إلى تصادم وتقابل جزيئات الدم. نعم. هذا التقابل والتصادم بيؤدي إلى قطع الأربطة. نعم. فبيطلع لي ستن دايوت. أما في الخلع العادي نحن نوسع العظم عشان نوصل منطقة الأربطة. ممتاز، واختراعه إن شاء الله يعني بيوفر وايد أشياء على المريض مسكين من الألم اللي ممكن يصاحب الخلع نفسه. نحن نتمنى لك التوفيق، وايد فخورين فيك دكتورة وفا. هني واحد من سمعين يقول رحم الله والديك، وين هندور الجهاز هذا من زمان لخلع الأسنان، خصوصا اللي فيه فوبيا من خلع الأسنان وقطعة الأشعة اللي تنحط كل شوي، أحس بلوعة منها. أما شاكرين لك دكتورة، نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نشوف يعني هذا الابتكار قيد التنفيذ قريب. خلاص يعني حين دخلنا في موضوع التنفيذ إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. نهارك سعيد. يقول سؤال، الطفل اللي ينولد already بالعربي أوكي الدب شوية هي. نسوي شو يعني شو نسوي له يعني مو باكتساب، انه هو طبيعه جسمه كذا، انه هو طلع شويه مربرب، يعني بالعاده الاطفال يولدون شويه مربربين يكون او زايد وزنهم، بالعاده تكون امهاتهم يضعفون بسرعه، يضعف عليه الطفل، تكون امه احتمال عندها سكر، ولكن بعد هذا احنا ما في شيء اسمه رجيم للطفل، ياخذ الخلل من الام يعني من البدايه، من معظم في معظم الحالات في معظم الحالات في امهات عندها قابليه تجيب اطفال كبار حتى لو هي ما فيها سكر، في امهات مريضات يوصلن ما شاء الله لحفظهم 4.5 كيلو وما يكون عندها سكر، ولكن هي يكون عيالها اصلا كبار، بس بعد هذا الطفل يبدا ينزل وزنه طبيعي ويعني ورضعاته تكون عاديه. اهم شيء في هالنقطه، نقطه مهمه، شو انه ما في شيء اسمه اسوي رجيم لطفل، في امهات يقولن زي شو اسوي، اقلل عن الحليب، لا تعطينا الحليب عادي، الطفل مع الايام راح يرجع وزنه ويستوي لوزن الطبيعي حسب عمره ان شاء الله. نحن بعدنا متواصلين معاكم في معرض الانجازات الحكوميه، بتكون معانا ان شاء الله عبر الهاتف عائشه المحيربي رئيس قسم المدفوعات باداره الشؤون الماليه في هيئه الصحه بدبي. صباحك الله بالخير عائشه. رحيم يا هلا. أنتوا عندكم واحدة من المبادرات الجميلة
البارحة أنا كنت أستمع للشرح كامل من قبلك، فآثرنا أن نشارك هذا الشرح مع الجمهور. يا ليت تخبرينا عن المالية بلا أوراق اللي أنتوا طرحتوها من ضمن الإنجازات ضمن يعني معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية. إن شاء الله. مبادرة هي مالية بلا أوراق، هي مبادرة طلقتها إدارة الشؤون المالية بهيئة الصحة. المبادرة كانت لمواكبة التوجيهات السامية بأن تكون إمارة دبي حكومة ذكية في سنة 2021. طبعا هاي المبادرة تخدم موردين الهيئة اللي هم داخل الدولة وخارج الدولة، ومن خلال البرنامج المورد الذكي. المبادرة يصير المورد عن طريق من خلال مقر عمله يدخل الفاتورة، يدخل جميع المستندات الخاصة بالدفع، وطبعا يرسلها إلى إدارة الشؤون المالية. مجرد ما يدخلها كلها ويرسلها يوصلنا إشعار على نظام الجي آر بي أن في فاتورة دخلت من المورد الفلاني بالمبلغ الفلاني بجميع تفاصيلها حتى الوقت اللي دخلت فيه الفاتورة. طبعا موظف الإدارة المالية يراجعها ويعتمدها، تتحول للتدقيق للاعتماد مرة ثانية، ترجع للإدارة الشؤون المالية للدفع. طبعا ويكون الدفع مرتبط بنظام بنك دبي الإسلامي، تتحول إلكتروني للمورد بدون أي يكون في تدخل، بدون أي شيء. طبعا هالنظام وفر الوقت، وفر الجهد على العميل، سمح للعميل أن يتابع تواصيرة من A to Z يعني، وخدم يعني فئة كبيرة من الموردين اللي تقريبا عندنا ما يقارب 50 إلى 50 مورد. نعم. إن شاء الله. يعني وفر وقت وجهد والمال كذلك. هي أكيد، لأن المورد لما يكمل مكان لمكان بخسر الفروش. ودقيق جدا يعني المعلومات فيه دقيقة جدا، تكون معلوماته دقيقة وفي أكثر من طيب بند يعني يقدر الواحد يتابع. عايشة، هذا النظام ممكن الدوائر الثانية تستفيد منه؟ ممكن يطبق في الدوائر الحكومية الأخرى؟ هي أكيد، هي النظام متواجد ومتوفر على نظام جي آر بي، كل الدوائر تقدر تستخدمه. لكن ابتكاره كان من عندنا في الهيئة صح؟ احنا في الهيئه استعملناه في سيركل كامله من بدايه ادخال الفاتوره لين عمليه الدفع. جميل. واعتماد الفاتوره انها تكون فاتوره الكترونيه. في دوائر تطبق جزء يعني الاول اللي هو بس ادخال الفاتوره، واللي عرفت بعد في دوائر تطبق فاتوره بس الدفع. جميل. نحن هذه يعني الممارسه موجوده ضمن يعني جناح هيئه الصحه في دبي المشارك في معرض الانجازات الحكوميه. هذه دعوه كذلك للي يسمعونا من الدوائر الثانيه انهم يزورونكم ويتعرفون على هذا النظام. نحن شاكرين لك اختي عائشه المحيربي، رئيس قسم المدفوعات باداره الشؤون الماليه في هيئه الصحه بدبي، كل الشكر وبالتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك، مشكورة. طيب قبل أن نطلع فاصل بس على السريع دكتورة، مجموعة من الرسائل. يهال فيهم كروش. اللي أشوفهم يهال فيهم كروش. هذا أكل الغلط والقعدة، ما في حركة، ما يحرك. ما يخص صحيح ولد عمره شو اسمه؟ لا سنتين. هي. إنزين كرشته مترين. ليش؟ ويناقز ساعتين. لا والله محمود ما يناقزون. ينقزون ما عليه، بس اوكي ممكن يتحرك بس ياكل اكل مو بصحي. تلاقي الياه اللي فيه كرش، ترى الاطفال بالعاده عندهم بطن صغير. الام والابو. الابو شو خاصه؟ الابو الابو شو خاصه؟ هو فندق بيجي ويطلع. لا ترى لازم يشارك في التربيه. يقول لا ما يستوي. يشارك في التربيه يسوي كذا. لا كان الحين الطفل سنتين. اي زين يتعلم يعرف يفهم. لا اذا انت عاقت انه عند البشكاره. اي هذه هاي نقطة ثانية طبعا. زي. ان الخدامة بتعطيه اي شيء عشان تسكته، كل انواع البسكوت والشيبس والحلويات عشان تسكته. هذا اللوم على الام والابو، الام اكثر طبعا. لكن انا اتكلم عن يعني الابو اذا هو ياس يركض ورا رزقه ساير ما يعني الحين ايمن قاعد الحين 24 ساعة في الاذاعة ويطلع فيدر وينزل وهذا وكذا، وام نوح يالسة هناك في البيت. طلع نوح زايد وزنه الحين، الخلل عند منو؟ الخلل عند منو؟ عند أم نوح 70% و30% عند بنوح. أنزه يلا لا يرد البيت، لازم يعني يقول هي لا ما يستوي، لا ما أكل زين. مسكين الرجال، لازم ياك، لازم الأكل يكون صحي، لازم يشارك.
انزين بلاش تحرطمين سولفيات. المهم هني في سؤال يقول من يريد صحة جيدة شو هذا الريش الأحمر يقيك من كل الأمراض؟ شكله نوع من أنواع الأعشاب. هو ملك الأعشاب يقول. يا سلام، أنا أول مرة أسمعنا. أنا ما سمعت. يعني أبو برع يقول بخصوص بطاقات التأمين الصحي أخي الفاضل تحدث مرارا وتكرارا، راجع سجلاتكم، أهم الموضوع التأخير في الاستجابة والرد بالموافقة. أبو برعي عطني حالات محددة بشكل عام، أنا ما أقدر أفيدك. عطني حالة محددة بالتاريخ بالوقت بكذا، خلني أراجع فيها في هذا الموضوع. عطني رقم طلب مراجعة الشكوى شغلة معينة. أما يعني بشكل عام لا أنا أقدر أفيدك ولا الجماعة اللي ممكن يعني حولهم الموضوع ممكن يفيدونك. الحالات يعني الأرقام عندنا ما بين يعني ما عندهم معاملات كبيرة دكتورة في الشهر، أتذكر يعني عدد كبير من المعاملات بالملايين، أتكلم ملايين صحيح. المعاملات يعني فحالة حالتين من المليون ما تشكل يعني رقم كبير. عطني أرقام محددة. سؤالي عن سكر التمر، هل هو أقر ضرر من السكر المستخدم حاليا؟ شوفوا السكر نفسه مو مضر بكميات محددة، لكن السكر شو الخوف منه؟ لما تزيدون من استخدام السكر فيترسب يبدأ يتحول لدهون في جسمكم ويبدأ يسوي الكرش ويتجمع عندكم في الخلايا الدهنية، فكمية قليلة منه ما تضر، لا سكر العادي ولا سكر التمر. انزين يعني تعودوا من غير سكر، ترى القهوة من غير سكر زينة، الشاي من غير سكر زينة، أول أربعة أيام خمسة أيام بس تحس بمرورته بعدين خلاص يسوي عادي. تعود عليه. انزين ناخذ المشاركة الحين ولا بعد الفاصل؟ الحين ولا بعد الفاصل؟ يلا نسمع كلام ميرا وناخذها الحين. تفضل ابو عبد الله. ابو عبد الله تفضل. هلا ابو عبد الله، هذا طلعناه قبل الفاصل اختصر لنا عشان بس شو اسمه نقدر بنوح ما يعصب علينا. تفضل يا سيدي. بس بغينا نسال الدكتوره تتكلم عن الصحه والسعاده. نعم. الحين الطالب اذا انا تقولون ولي الامر مثلا، الحين انتم ردوا على كتب شنطه المدرسه وزنها 12 13 كيلو. نعم. هاي اذا ما غذيت انا باكر ما ادري مش الشنطه. زين. هذا يوم في الكب باكر يوم بيكبر بعد عنده مشاكل في المفاصل، عنده في كل شيء. طيب لازم اكله هذا صحي ولا مو صحي؟ شو اسوي اليوم وزن الشنطه لا حول ولا قوه؟ هي وزن الشنطه المدرسيه طبعا. خليه يكمل. تفضل ابو عبد الله كمل. يعني شوي بعد ركزوا شوي ان شاء الله. خاطب الوزاره ترى الوضع جيد. انا بقول لك شغله، البارحه نحن كنا في واحد من الجروبات الإعلامية معانا يعني فيديو الانتشار هذا. كان معانا معالي حسين الحمادي وزير التعليم، رد على الموضوع هذا. زين عندي البنية الحين لو اخذ لها الشنطة هاي اللي فيها التواء تكلم. زين خليني اقرا لك الرد مال المعالي. زين رد على الموضوع هذا جزاه الله خير، وكان متواصل بشكل سريع معالي حسين الحمادي، وتكلم قال ان التوجيهات عندهم ان الكتب تكون في المدرسة في اللوكر مال الطلبة. زين وفي كتب متوفرة الكترونيا يقوم الطالب بتحميلها على الأجهزة الإلكترونية، كذلك الطالب في الحلقة الأولى المفروض الكتب في المدرسة على الطالب أن يأخذ كتبه حسب الجدول. هذا رد صحيح. كان من معالي حسين الحمادي، وعلى طول يعني كان متفاعل مع الموضوع جزاه الله خير. هذا عموما، بس نحن عن شو نتكلم؟ نتكلم عن مسائل أخرى تخص الصحة بالنسبة للطفل. أنا أشكرك أبو عبد الله على المداخلة هذه، منخصص إن شاء الله حلقة كاملة عن الصحة المدرسية. ها دكتورة ذكريني وتأثير الشنطة المدرسية وعن وغير هالمواضيع التمثل. أبو عبد الله معانا ولا أخوي؟ زين بخلي ميرا تاخذ رقمك تحطه عندنا، نسوي حلقة خاصة إن شاء الله عن الصحة المدرسية، تشاركنا في هذه الحلقة وتعطينا ومنيب المختصين كذلك. جزاكم الله خير بعد على الرد السريع. زين الله يحفظك، مشكور يا أبو عبد الله. شكرا لك أبو عبد الله. نحن طولنا على الفاصل دكتورة، كان عندي مجموعة من السجادة أبغى أقراها لكن ما أقراها عقب الفاصل، ففاصل راجعين لكم إن شاء الله. صحة وسعادة.
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تعرف شو فادتنا دائما أقول رقم التواصل؟ يما بشارك في أي برنامج في نور دبي أنا حفظ الرقم، ما في داعي تريع على طرف سماعة التلفون واتصل. إذا حصلتي خط لا سوي واسطة، أنا سوي لي واسطة. الحين هاي الحركات اللي نحن ما نحبها. السؤال خارج الموضوع، هل عندكم رقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة؟ وهل يوجد توثيق إلكتروني للحالات؟ وهل بالإمكان أن أدخل موقع معين حتى أعرف شو الإجراءات اللي عملوها للمريض؟ نعم، باختصار نعم، رقابة موجودة، رقابة موجودة على أصغر توثيق عيادة إلكتروني، في توثيق إلكتروني وفي أبليكيشن ممكن الواحد يشوف كل الإجراءات اللي هذا الخاصة فيه. بس مو بأي مريض أنت بديش بتاخذ معلومات هذا، هذا لا، هو يعني أو بنته أو ولده هي ممكن، بس حد ثاني لا ما تقدر تدخل تشوف الإجراءات. زي صباحكم الله بالخير، مشكورين على البرنامج الرائع، أخوكم جاسم حداد، شكرا لك. آيباد في كل الكتب. بخصوص الأكل الصحي، هل جميع فئات المجتمع تروم توفر الطعام الصحي للأطفال لارتفاع الأسعار وقلة مدخول الأفراد للمجتمع؟ الأكل الصحي مو معنى أكل مخصص، أكل البيت نفسه تسوونه بدهون أقل، ملح أقل، سكر أقل، صار صحي خلاص. وكل كل شيء. وكل كل شيء، لا تحرم نفسك من ولا شيء، لا أنت ولا عيالك. إنزين، في وايد كلام، وايد كلام، وايد كلام. ما شاء الله تفاعلوا مع موضوع المدارس من عقب من أبو عبد الله كان متصل. إنزين، عموماً نحن ما زلنا كذلك على أروقة الإنجازات الحكومية. البارحة كانت معانا على الهاتف الدكتورة ليلى المرزوقي، رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي، لكن للأسف الخط انقطع، لكن آثرنا اليوم تكون معانا في الاستوديو. صباحك الله بالخير عشان ما ينقطع الخط مره ثانيه. صباحك الله بالنور والسرور، دائما يعني شرف لنا نكون موجودين مع هالوجوه الطيبه. الله يسلمك دكتوره، نحن سعيدين دائما ان انت تكوني موجوده معانا. دكتوره، نحن البارحه ما لحقنا نرمس عن شيء، لكن خلينا نذكر بمشاركتكم في هذا المعرض وشو اللي يمثله لكم. جزاكم الله خير. طبعا نستسمح منكم والمستمعين على اللي صار أمس وانقطع الخط، واليوم إن شاء الله بنكمل الحديث. طبعا احنا مشاركة مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة في دبي في معرض دبي العالمي للإنجازات الحكومية عن السمارت كير أو الخدمة الذكية اللي نقدمها اللي تقدمها إمارة دبي للسائح العلاجي اللي الإمارة بقصد العلاج والاستجمام. طبعا الرعاية الصحية الذكية هذه مو موجودة في أي دولة ثانية ولا في أي مدينة ثانية، ودولة الإمارات متمثلة في إمارة دبي هي الدولة الوحيدة اللي تقدم هذه الخدمة. طبعا الخدمة هذه نحن نقدمها بالتعاون مع شركائنا في المشروع هذا، وهو شريكنا الاستراتيجي بنك الصحة. وهذه الخدمة هذه أنا أسميها مثل أنها نقطة يعني نافذة واحدة لتقديم جميع الخدمات اللي يحتاجها من للسائح الصحي. نحن أنا أسميها خدمة الكونسيرج. يعني نحن اليوم رحلة السائح العلاجي في كثير من الدول تبدأ مجرد من أنهم يوصلون للدولة اللي بيتعالجون فيها، لكن في دبي نحن الرحلة تبدأ قبل لا يوصل السائح الصحي للإمارة، وذلك عن طريق الخدمة الرعاية الذكية اللي نحن نقدمها للسائح الصحي، من خلال أن السائح قبل لا يوصل لإمارة دبي إنه ممكن إنه يتواصل معنا ونقدم له خدمة استشارة طبية عن طريق الوسائل الإلكترونية اللي موجودة اللي نسميها تيلي كونسلتيشن، بحيث إنه يتواصل مع الطبيب اللي بإمارة دبي للعلاج عنده، وثم الخدمة هذه إذا هو يحب يكملها إنه نحن نحجز له الموعد عند الطبيب، وكذلك نحجز له الفندق اللي بيسكن فيه، وكذلك تذاكر السفر. وبعدين مو بس لهاي الخدمة تنتهي هني، لكن الخدمة أنا أقول إنها تبدأ هني بالضبط. دكتور ليلى، عندكم موقع إلكتروني يقدر واحد يدخل عليه حق السياحة العلاجية يحصل على بعض الخدمات؟ تكلمين عن الموقع، شو اسمه وشو يستفيد منه اللي يطمح للحصول على خدمة سياحة علاجية في دبي؟ أيوة، هو dxh.ae، وعندنا تطبيق ذكي اسمه dxh. طبعا أنا إذا سمحتوا لي بس أحب أكمل الخدمة هاي الرعاية الذكية هاي بعد شو تقدم. مجرد ما أنه يوصل السائح اللي جاي الإمارة بقصد العلاج والاستجمام، في هناك الرعاية الذكية هذه بيمرون على السائح وياخذون
ياخذونه من المطار يودوه للفندق اللي كانوا هم حاجزين له من قبل، وبعدين ياخذونه للمستشفى وعلى الموعد اللي هم حاجزين له، وكذلك انهم يوفروا له جميع المواصلات له ولأهله كذلك. ما تحطوا له واحد ياكله بعد؟ ما ياكله، بس نحط له خبير فني. زين، خبير فني موجود عنده 24 ساعة خلال وجوده في إمارة دبي، بأنه إذا احتاج في أي وقت خلال وجوده هنا إنه يسأل عن مطعم، إذا أي مطعم يبغى يروح كوفي شوب، أيوة، أو جميل. إذا يبغى إنه يسأل عن الأماكن الترفيهية، يعني ممكن هو جاي مع عياله وهو يبي يروح المستشفى وعياله يبون يروحون أماكن الترفيهية، أو زوجته بتروح تتشرى، فهم يساعدونه في الموضوع هذا. يستوي سياحة علاجية في دبي وأنا من دبي؟ تأخذوني تسوي الخدمة؟ وايد جميلة ما شاء الله. سياحة داخلية ليش لا؟ سياحة داخلية فكرة تكون حلوة والله، لأن الموضوع جدا مرتب. هم موفرينها ظني حق الإمارات الثانية كذلك. هي نعم هذا موجود صح. إنزين دكتورة، أنا اللي عارف أن البرنامج عندنا برنامج مميز جدا، الأول من نوعه على في العالم. أنتوا عندكم شغلة مميزة جدا، ما في أي برنامج للسياحة الصحية يوفر هذا الشيء، اللي هو التأمين الصحي للسائح العلاجي. نعم. شو هذا التأمين الصحي؟ انزين، بس انا حين ما خلصت الرعاية ما شاء الطبية الله. هذه بعدها ما خلصت، ما انا اقول دكتور ليلى بكون معاكم ما شاء الله الخدمة رائعة، يعني بداية ما واحد يفكر هي ليه ما يوصل. نكمل الحين رحلتنا. ففي خطة المساعدة الطبية، بعد اذا يحتاج ان اي مساعدة طبية غير الاشياء الترفيهية، بعدين في الشيء اليوم بيخلص العلاج قبل لا يرد بلاده، نصدر شيء اسمه الجواز الصحي الذكي. طبعا هذا شيء إلكتروني للسجلات الطبية، في صلة بالعلاج اللي محصلنا في إمارة دبي، وذلك هذا لاستمرارية العلاج يوم بيرد بلاده، وإذا حب مرة ثانية يرجع لإمارة دبي للحصول على علاج ثاني، فبتكون هذه الجواز هذا موجود وجميع التاريخ المرضي يكون موجود فيه. وكذلك طبعا هذا مثل ما تعرفون إنه يوفر السلامة المريض والحفاظ على والتقليل من الأخطاء الطبية اللي ممكن تصير للمريض. ممتاز. لحظة، خلصتي الرعاية ولا بعد فيه؟ لا بعد في شيء ثاني. لا تقاطعينك، تفضلي. فضلك دايم. طبعا هذا طبعا خلال قبل نحن تكلمنا عن قبل لا يوصل دبي، عقب ما يوصل خلال وجوده في من المطار وأثناء وجوده في دبي، وكذلك الحين استمرارية العلاج يوم بيرد بلاده. طبعا دايما اللي بيحصل على الخدمة هذه نحن نحب أن الرعاية اللي نقدمها له تستمر حتى يوم هم موجود عندنا، فنحن دائما نقول السائح العلاجي نحن دائما بجانبك حتى يوم بترد بلادك، فعندنا خط ساخن ممكن هم يتواصلون معنا إذا عندهم أي استفسار، إذا عندهم حابين يرجعون مرة ثانية، فنحن نسهل لهم الأمور هاي. فأرجع لسؤالك. شكرا أخوي محمود. شفت الترمس أقول أتري فضلك. الرد دكتور ليل الموقع الإلكتروني والتطبيق. ها خلصت؟ لا أنا برد على سؤال. سؤال محمود. أوكي بعدين تطبيق. ترى يقول التأمين الخاص بالسائح العلاجي. الحين خلينا نكمل القصة لأن هذه مثل رحلة يعني للسائح العلاجي. الحين السائح العلاجي مثلا يا إمارة دبي وسوي عملية ركب ورد بلاده، بعدين شاف إن في تعقيدات في من جراء العملية اللي مسوينها، فنحن عن طريق التأمين الصحي الخاص بالسائح العلاجي يتواصل معنا أو مع شركة التأمين الخاصة بتوفير بوليصة التأمين، بعدين هم الشركة هذه توفر له إن ترجع المريض لإمارة دبي على حسابهم والسكن في الفندق على حساب شركة التأمين، وحتى إذا احتاج المريض أي عمليات تصحيحية شركة التأمين أو بوليصة التأمين بتغطي له تكاليف العلاج. مو بس هذا، خلال وجوده إذا لا قدر الله صار مثلا حادث سيارة ولا طاح ولا شيء في الحالات الطارئة، التأمين هذا يغطي كذلك. جميل. هني في سؤال يقول لي أي جنسية يعني كسعودي ممكن أحصل التأمين العلاجي؟ كل الجنسيات. كم رسوم اشتراكها هالخدمة؟ خدمة التأمين
التأمين الصحي 150 درهم. والسياحة العلاجية عموما يعني تقريباً يعتمد على نوع العملية ونوع العلاج أتوقع والمرافق اللي تحتاجها. في نجوم شيء خدمة 5 نجوم 4 نجوم شغلات. نحن خدماتنا كلها 5 نجوم 7 بعد الدكتورة ليلى 7 حين صارت. الباكج كامل يصير مع الفندق مع كل شيء. مع كل شيء وهاي الباكجات هذه موجودة على الشبكة الإلكترونية اللي تفضلت في الدكتورة ندى dxh.ae. إنزين فكرة جميلة وحلوة. تفضل دكتور شو بغيتي تسألين؟ لا قالت عن الموقع الإلكتروني إذن والتطبيق دكتورة ليلى في تطبيق ولا بعدكم؟ لا في تطبيق اللي هو dxh طبعا على الآيفون على الأندرويد على الهواتف الذكية وإن شاء الله الشبكة الإلكترونية نحن هي موجودة باللغة العربية والإنجليزية وإن شاء الله عن قريب بنطرح لغات ثانية إن شاء الله إن شاء الله تعالى. ونحن عندكم وايد برامج جميلة نحن ما نبغي نسلط الضوء عليها بسرعة اليوم تي على السريع يعني خذناها لكن إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله نتناولها بالتفصيل. عندكم كثير من المبادرات. شيء تبغين تذكرينه قبل أن نختم معاك دكتورة؟ طبعا أنا أقول في إمارات دبي نحن دائما خدماتنا اللي نقدمها للسائح الصحي خدمات 7 نجوم مثل ما قالت دكتورة ندى. وأي حد عنده أي استفسار يبا أن يستفسر عن الخدمات الطبية الموجودة بالنسبة للسائح العلاجي يروح على شبكة الإلكترونية dxh.ae وعندنا خدمة التواصل المباشر اللي موجود 24 ساعة وممكن يطرشوا لنا أي استفسار ونحن برد عليهم في خلال أقل من 24 ساعة. على طاري الاستفسارات ناخذ محمد. محمد السلام عليكم. يا هلا. السلام عليكم محمد. اختصر لي عندي دقيقتين انهي البرنامج ان شاء الله. انا حضرتك فندق كنت عايز اعرف ازاي اشترك في موضوع السياحه العلاجيه يعني اقدر اعمل ديل مع الدي اتش اي ونجيب مثلا السائح عندنا يعني ايه المطلوب. أوكي. أنا رحت طبعا في البداية في أخت فاضلة عديت عليها وديتها الرقم نعمل واضح. أنت عندك مثلا فندق وتبغي تكون ضمن مجودي الخدمات الشبكة نفسها. نعم. طيب أوكي خليك خذين لنا رقم الله يخليك خليه يتواصل مع الدكتور. الدكتور أنتوا عندكم بعد كذلك تعاون مع القطاع السياحي بمختلف بالفنادق وبمختلف المجالات ممكن تدخلونهم في هذا المجال. شكرا لك دكتورة نتمنى لكم التوفيق. دكتورة ندى بس سؤال هنا يقول بخصوص الأكل الحين ولدي يبدأ الأكل إن شاء الله وعلشان لا يعيف كل أنواع الأكل حرمتي مصرة أنه يبدأ في المأكولات العضوية فهل هذا صحيح؟ عادي المأكولات العضوية تبدخلونها عادي حالها حال الأكل العادي طبعا وأفضل أن يكون في ما يكون في مضاد هذا مبيدات حشرية ويكون مزروع بطريقة صحية. ممكن تبدون بأكل العضوي ما يفرق ترى الطعم وايد ولكن لا تبدون بالفواكه ابتدوا دائما بالخضار. ليش؟ الفواكه طعمها حلو لما بتعطونا بعدين خضار ما بيحب يأكلها ولا تبدون بالخضار بالجزر لأن الجزر بعد حلو طعمه. دائما تبدون بالكوسة البطاطا مع العيش لا تبدون بالجزر دائما الأمهات تقول بعطي جزر عشان يحبه لما تعطيه خضرة ثانية ما يحبها لأن جزر طعمها حلو. خيار في 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 أطفال تعرف يحسون من الخيار وايد في كثير من الأطفال يتحسن. إحنا عندنا ما شاء الله في البيت الخيار جدا مقدس غني بالماء وبالألياف. الخيار جدا جميل ممكن تعطون طفلكم كسناك يما يسنن يقرمش في الخيار وايد زين. يقول بنوح القرع القرع وايد زين. أنا للأسف ما أحبه حاولت أحبه بس ما حبيته بس هو زين. نحن شو نسوي سوينا عصيدة البوبر عصيدة بوبر حلو. مفيدة ترى بس مشكلة ما أحبها بس هي حلوة مفيدة فيها وايد ألياف بس ها السمن هلا هلا في السمن لا ترشون وايد. زين البيسك فيه باقات مختلفة تدخلوا الموقع هي زي جزاك الله خير يا أحمد ما شاء الله مهتم أن يرد على أسئلة المتابعين جزاك الله خير. حاط لهم الموقع اللي هو www.dxh.ae إن شاء الله. شكرا لك يا ميرا الخفلي مشكورة ما قصرتي. شكرا لك يا بنوح. شكرا لك يا محمود وحتى شكرا لك دكتورة ندى عفوا. باكر عندنا الحلقة إن شاء الله بتكون في العديد من المواضيع مستمرين معاكم فيها إن شاء الله. حتى ذلك الوقت يعني تقبلوا تحياتنا ونقولكم دمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.